لغايه ما يمشي بالظبط. مرسي مع المبارك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، نواصل بث مباشر لفعاليات نزول الشعب المصري في يوم كان مفترض انه لالتقاط الانفاس بعد بيان القياده العامه للقوات المسلحه. ملايين مصريين موجودين في الشوارع، في الاسكندريه، في السويس، في المنوفيه، في الغربيه، في الدهليه، في دمياط، ميدان التحرير، الاتحاديه، الكل يردد نشيد الوطن ويرفعها عاليه. ارحل برحل برحب بضيوفي الاعزاء، السيد السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق نائب رئيس حزب المؤتمر. اهلا وسهلا ست. اهلا بك يا فندم. المفكر والكاتب السياسي الدكتور اسامه غزالي حرب، رئيس حزب الجبهه الديمقراطي القيادي بجبهه الانقاذ. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بك يا خالد. انا عايز اتنقل من البيان بتاع القياده العامه، وعايز اقول بس ان محمود غزلان القيادي في جماعه الاخوان المسلمين قال وكاله فرانس بريس الان ان الجماعه التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي تدرس بيان الجيش الذي حذر فيه من انه ستتدخل في الحياه السياسيه. الجيش ما قالش كده اذ لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعه. واضاف غزلان سيتم تحديد موعد لاجتماع مكتب الارشاد لتحديد موقف من هذا البيان. حضرتك بتشوف البيان ده اعلان تدخل في السياسه من القوات المسلحه المصريه؟ لا، انا بشوف ان هو انحياز كامل للشعب المصري وارادته. الشعب المصري كما سيادتك تعلم هو قائد القائد الاعلى للقوات المسلحه، فهو اذا فوق القائد الاعلى كمان. وبالتالي انا بشوف انه القياده العامه للقوات المسلحه منحازه تماما وبتنفذ رغبات الشعب المصري، وانا بعتقد ان هو ده التدخل الطبيعي لجيش وطني قادر على صيانه الحياه السياسيه في مصر بدون التدخل فيه. بدون التدخل. دكتور اسامه، انت شايف ان الجيش عايز يرسم او يراقب خارطه الطريق لانقاذ مصر دون تدخل حقيقي في الحياه السياسيه؟ انا رايي ان احد المزايا المهمه جدا لبيان اليوم ان الجيش وبشكل قاطع ومشرف في الحقيقه قال نحن لن نحكم. الجيش اصبح بعيد عن السياسه، الجيش وقال هكذا بالنص، يلعب دوره في اطار الدور المنوط بالمؤسسه العسكريه او بالجيش في اي نظام ديمقراطي. وبالتالي النص لن تكون طرفا في دائره السياسه او الحكم ولا ترضى ان تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الاصيل النابع من اراده الشعب. بالظبط كده. اذا كان الجيش واضح بلا لبس في هذا الموضوع، وبالتالي اي محاولات اخوانيه لكي يعني يلو عنق الحقيقه ولكي ينسبوا الى الجيش ما لم يقول هذا شيء مرفوض وسخيف ومدان. لانه انه الجيش لا قالش لا هو عايز يتدخل في السياسه ولا يتدخل في السياسه. نمره اثنين، الجيش كان شديد الوضوح في ان مهمته الحفاظ على الامن القومي، وهو دي طبعا المطلوب. لا، عندما تتعرض البلاد لمثل هذه المحنه فقطعا الجيش عليه ان يحافظ على امن البلاد وعلى الامن القومي وعلى السلامه الوطنيه لهذا الشعب. وبالتالي الجيش يتصرف في اطار مهمته القوميه. بالعكس، ده المئات الالوف من المتظاهرين في اماكن كثيره بيطالبوا الجيش ان يتدخل. نعم. والشعب اللي بيطلب، وعارفين مش بيقولوا تعالى تدخل عشان نحكم، تعالى انقذنا من هذا الوضع المرفوض من الشعب. وبالتالي الجيش يتحدث باسم الشعب، وانا سعيد جدا جدا بهذا. والحقيقه بيان الجيش النهارده مثالي. نعم. مثالي لان صحيح. بالحقيقه موزون بذهب، يعني موزون كل كلمه فيه محطوطه بالظبط. وانا احيي من كتب هذا البيان، احيي القوات المسلحه على هذه الدقه الشديده في التعامل المسؤول مع هذا الموقف اللي هو بالتاكيد يا خيري موقف في الحقيقه لم يحدث في تاريخ مصر المعاصر كله. نعم. يعني هذا الوضع اللي احنا فيه ما حصلش قبل كده، يعني ما حصلش. لا بالظبط، لم نره من قبل. لا، ولو تسمح لي انا ممكن اوديك برضو على كلام الدكتور اسامه، انه البيان واسلوب التدخل للقوات المسلحه، انا اعتقد ان ده لاول مره تحدث في تاريخ الامم مثل هذا النوع من التدخل الناعم من القوات المسلحه في حياه سياسيه في اي دوله. وانا بشوف ان هو ده، اعتقد يعني هذا البيان سوف يدرس لسنوات طويله قادمه عن كيفيه قيام الجيش بدوره الدستوري في صيانه امن اي دوله. نعم. أنا بس بقول للأخوة الإخوان اللي كانوا بيتهموا سي بي سي والقنوات الأخرى، بعض القنوات، بإن إحنا كنا بنحرض على البلطجة. ده الشعب اللي عمل سي بي سي، اللي عمل قيمة للقنوات، واللي يقدر يعمل مليون قناة، ده الشعب. بالزبط. الشعب ده بالزبط. مفيش حد يعرف يضحك عليه، ولا حد يعرف يوجهه، ولا حد يعرف يعمل أي حاجة إلا إذا كان بيعبر عن صوته. إحنا صوت الناس. سيادة السفير، ممكن نتخيل السيناريوهات.
خلال 48 ساعة، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ ما هي السيناريوهات، يعني خلينا نروح لمنطقة حضرتك كنت فيها طول عمرك، منطقة الخارجية، ما هي السيناريوهات الدول اللي جنبيك؟ هل ممكن أن نتوقع أن دول ترفع يدها الآن من على جماعة الإخوان المسلمين؟ دول تؤيد الجيش، تؤيد الشعب المصري وتقول له إحنا معاك ما تقلقش، أزماتك الاقتصادية إحنا شركاء؟ يعني إيه اللي ممكن نقراه من الخارج؟ أولا لازم نلاحظ أن البيان لم يعني يذكر منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي هو البيان كان عنده حساسية شديدة جدا من عدم التعرض لفكرة الشرعية. إذا نحن الآن في إطار من الشرعية، ولم يتحدث البيان عن يعني إيه المطلوب من مؤسسة الرئاسة في المرحلة الحالية، ولكن وجه اللوم لازم تسمعوا الشعب ده بالضبط، وجه كده لكل القوى السياسية الموجودة، وده أنا أعتقد كان فيها حرفية عالية جدا، يعني حتة الصياغة في هذا في هذه النقطة. الانقلاب العسكري بمعنى الدبابات تخرج والضباط يروحوا يقبضوا على ناس وكده، ده أصبح مرفوض دوليا، وبالتالي برضو القوات المسلحة المصرية عندها هذا الإدراك وعندها هذه الحساسية، وتعلم كل المعطيات اللي موجودة على الأرض هنا وفي الخارج أيضا، وبالتالي تحركت في إطار من هذه الحساسية. أنا أعتقد أنه كان حكيم جدا وكان رصين جدا جدا، بحيث أنه هذا يعني تحرك الجيش أو البيان بتاع القوات المسلحة لن يثير حساسيات في الخارج، وأنا أعتقد أنه هيكون الردود الفعل الخارجية هتكون إلى حد كبير جدا مواتية و يعني متفقة ومتسقة مع ما جاء في البيان، بناء على ما حدث يوم 30. يوم 30 ده كان إعلان شرعية جديدة في هذه الدولة، شرعية الشارع وشرعية الشعب، وأنا أعتقد أنه في اتساق الآن، والقوات المسلحة بتتحرك بنوع من الحساسية المفرطة، وأنا أحييها على هذا حتى لا ننجر إلى عواقب خارجية قد يكون فيها إساءة إلى مصر. كما تعلم حضرتك أن موضوع الانقلاب مرفوض دوليا وطبعا وداخليا، وده حدش بيتكلم فيه، وبالتالي أنا بشوف أنه التأييد الخارجي هيأتي، أعتقد هيكون في تأييد خارجي جاي من الدول العربية، أعتقد أن الدول الإفريقية أيضا هتنظر إلينا بنوع من يعني التقدير والتأييد لهذا البيان. الغرب أيضا أنا لا أرى أنه هو هيكون في موقف مخالف أو منافس. الغرب مبهر بهذا الشعب بالزبط. الأعداد الملايين اللي ما خرجتش في التاريخ، دي تجربة خرج شعب بهذا العدد؟ لا 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 خالص ما حصلش. أنا طيب دكتور أسامة، في الداخل في أكتر من سيناريو، ما هو السيناريو واحد بس؟ قبل السيناريو تخيل عايز بس حاجه تعليق عشان نوضح كلامنا. اولا انا الحقيقه يعني يلفت نظري، واحب ان اشدد على فكره ان الجيش عندما صاغ بيانه بدا بالاستجابه لمطالب الشعب. خد بالك ان دي هو العباره اللي قالها، ان يعني هو ابتدى اولا يعني منذ يعني هي نقطه الانطلاق، الاستجابه للمطالب الشعبيه. هو الشعب بيطالب ايه؟ بيطالب بتغيير الوضع وتغيير النظام، انما الجيش لم يشأ ان يستخدم هذا التعبير، انما قال ان الاساس هو الاستجابه لمطالب الشعب. بالظبط كده، فهو بدأ بالاستجابه لمطالب الشعب، واعتبر ان مهمته كقوات مسلحه كجيش وطني ان يستجيب لمطالب الشعب. انما في نفس الوقت زي ما كان واضح جدا انه لن يحكم، هذا بعيد عن السياسه وكان في منتهى الوضوح زي ما قلنا. انما المطلوب هو كيف يمكن انه يستجاب لهذه المطالب وبدون أن يكون الجيش طرف في الموضوع. إذن هي دعوة لحزب الحرية العدالة، للإخوان المسلمين، للرئيس مرسي أن يتصرف وأن يستجيب لمطالب الشعب. المسألة واضحة، ما فيهاش أي لبس، ما فيهاش أي غموض. إذن في الحقيقة أنا عايز أوصل بها نتيجة يا خيري، وربما أكون مبالغ شوية بس أنا واثق فيها. أنا أتصور أنه في 30 يونيو في الحقيقة انتهى الإخوان المسلمون. نعم، انتهى حكم الإخوان، انتهى وجود الإخوان، انتهى تأثير الإخوان. وعلى فكرة ده في مصر ولا في العالم كتنظيم؟ لا طبعا في العالم كله أنا أعتقد هذا. يعني شوف أنا قلت كلمة وبكررها قلتها 10 مرات بس هكررها معلش معاك تاني. اتفضل. سوف يكتب على قبر الإخوان ما يلي: الإخوان المسلمون 1928 شرطة 2013، في هذه السنة. وخد بالك هذا تأثير مش بس خاص بمصر، ده تأثير خاص بالعالم العربي وبالعالم الإسلامي. أنا أتصور الآن أن قيمة مصر وشعب مصر ترتفع الآن إلى عنان السماء لدى العديد من البلاد العربية التي تعانت وما تزال تعاني من الإخوان المسلمين. نعم. وهذا الكلام بدينا نشاهد تأثيراته وتداعياته، هم منبهرون.
بأن هذا الشعب بهذه العظمة بهذا الإصرار قرر أنهاء حكم هذه الجماعة التي هي بالتأكيد تتمسح باسم الإسلام، تتحدث باسم الإسلام في منطقة وفي شعب الأصل فيه هو تدين هو الإسلام. وبالتالي هذه المتاجرة بالدين في السياسة يجب أن تنتهي، وهذه المتاجرة بالدين في السياسة لا تخيف هذا الشعب كله. كل هؤلاء الناس مؤمنون متدينون بيصلوا قبل الإخوان وبعد الإخوان. وبالتالي هذا الفصل بين الإخوان وبين السياسة وبين الإسلام مسألة حاسمة حسمها الآن الشعب المصري، ويتعلم منها ويستفيد منها كل الشعوب العربية. أنا عايز بس بعد إذنك أعلق على نقطة أختلف شوية مع الدكتور أسامة. سقط حكم الإخوان، ولكن الحرية والعدالة والإخوان المسلمين سيظلوا جزء من الحياة السياسية المصرية إلى فترة قادمة. يمكن مش هيكونوا بنفس القوة ومش بنفس الشعبية، ولكن أنا أعتقد أنهم هيظلوا في الحياة السياسية المصرية لفترة قادمة. يعني أنا عايز أعلق على الحكة دي برضو يا خير، لأنه طبعا أن يوجد في مصر حزب يستند إلى مرجعية إسلامية ده شيء منطقي جدا طبعا، إنما أنا رأيي أن الإخوان المسلمون عوقوا ظهور هذا الحزب الديمقراطي الإسلامي. هم في الحقيقة عندما صدروا باعتبارهم تنظيما شموليا لا علاقة لهم بالديمقراطية. هم لما شافوا حتى حزب النور بينمو بيطور نفسه بالظبط خدوا موقف وحصروه بالظبط. ده أكبر مثال عليه. هو ده موضوع هنتكلم فيه في اللي جاي، وهنتكلم في دور جبهة الإنقاذ والقيادات القديمة في مواجهة قيادات جديدة بتبحث عن فرصة. هنبحث عن خيارات الرئيس مرسي في الساعات القليلة القادمة. هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الأذان إن شاء الله.